حق كل ست أو بنت إنها تهتم بنفسها طبعا، وقبل كل ده تهتم براحتها. الحقيقة إن وراء كل حاجة ترفيهية ساعات بيكون في علاج، مش كل الترفيه دلع يا جماعة. زي المساج مثلا، يقعد يقولك دي راح تعمل مساج، محدش فاهم إن المساج ده فيه منه مساج علاجي، فيه منه مساج، مش كله مساج دلع يا جماعة. طب النهاردة هنتكلم مع خبيرة المساج ليلى أحمد. ازيك يا ليلى؟ أهلا يا منى، ازيك؟ الأول أنا بحب قبل ما أتكلم في أي حاجة أعرف، بما إن إحنا النهاردة مش بنتكلم مع دكتور، إحنا بنتكلم مع خبيرة مساج. طيب خبيرة المساج دي اتعلمت إزاي؟ خدت شهادات في المساج؟ عرفتي إزاي الأساسيات المساج؟ طيب أنا الأول أنا مبسوطة إن أنا معاكي النهاردة، ومرسي يعني. والكلام اللي أنت بتقوليه فعلا أنا جاية أقوله، إن هو إحنا دي المساج مش حاجة ترفيهية ومش حاجة دلع خالص، وحاجة أساسية ومهمة لصحتنا وراحتنا. ويعني انت مش فاهمه المساج بيعمل يعني. احنا هنتكلم، انا عارفه احنا هنتكلم النهارده عن حاجه معينه فعلا، بس هو المساج بشكل عام هو مهم فعلا جدا لاي حد يعني. طيب خدتي دراسات او اتعلمتي؟ انا اتعلمت في تايلاند سنتين لما يعني ايام الجامعه وانا صغيره كده، فاخدت يعني خدت شهاده من مدرسه مدرسه مساج يعني. هم عندهم مدارس متخصصه في المساج والعلاج بالمساج. تمام. فقعدت فيها سنتين، وبعدين يعني انا ما فكرتش ان انا اشتغل في الموضوع ده غير لسه من 4 سنين مثلا. بس انت متالقه جدا يعني، مع انك بقالك 4 سنين بس. ربنا برافو عليك. طيب من اشهر انواع المساج او من المساج اللي حابه اتكلم عليه النهارده، لان هو له علاقه شويه بالتجميل، احنا لازم يكون معانا حلقه تانية تكلميني على انواع المساج عموما. بس النهارده انا حابه اتكلم على مساج الليمفاوي. الاول عايزه اعرف بشكل مبسط وظائف او ايه هي الغدد الليمفاويه، وليه بالذات بتعملي لها مساج؟ طيب هو يعني المساج الليمفاوي ده من احسن يعني من اكتر حاجه انا بحب اعملها للناس يعني، ودايما بنصح بيها حتى لو الناس مش جايه تعمل مساج الليمفاوي. فبقول لهم يعني معظمنا عندنا يعني لازم، ما فيش ست ما شفتهاش مش منفوخه مثلا. صحيح. جسمها معبي ميه. احنا تمام. كلنا يعني اي حد طبيعي لازم يعمل المساج الليمفاوي ده مره على الاقل في الشهر، لانه بيحمي يعني هو ده جزء من الجهاز المناعي بتاعنا، فهو بيحمي الجسم من حاجات كتير جدا يعني. هو المسؤول عن حمايه الجسم من اي امراض او بكتيريا او اي حاجه بتهاجم جسمنا. فالمساج الليمفاوي ده حاجه مهمه عموما، حاجه مهمه مش شرط. عموما مش شرط يبقى حد محتاجه او حد يعني تعبان او يعني كلنا عنده مشكله صحيه، انما مش شرط بعد عمليه التجميل. قصدك لا، هو ده هو يستحسن طبعا بعد عمليه التجميل، لانه بيسرع من ال حتى اللي مش عاملين تجميل بالظبط يعني، مش شرط ان انت تكوني عامله شفط او كده علشان تعملي مساج. لا 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 لا، ممكن لا. ست في حاله عاديه جدا تعمله. بتتعمل كم مره في الشهر مثلا؟ يعني على الاقل يعني ما يعديش شهر لما نعمل مره. طيب في الشهر هي بتحس بايه يعني، فوائده ايه؟ هي بتحس بايه؟ احنا عارفين كلنا عندنا غدد ليمفاويه وان جسمنا بيكون معبي ميه. هي بعد المساج ده بتبتدي تحس بنتيجه بعد قد ايه، وتحس بايه بقى؟ بصي يعني المساج بيبتدي تحس بفرق بعد الجلسة ب 48 ساعة. تمام. في حاجات كتيرة يعني، عشان الجسم بيعمل زي تطهير أو يعني ديتوكس للجسم لنفسه، فبيحس بقى ممكن بتحس بإيه بقى هي؟ يبقى ما عندهاش طاقة، يبقى عندها طاقة، بتدخل حمام كتير. اما الجسم بقى بيبتدي يتخلص من الميه، بيبتدي يتخلص من السوائل اللي هي الزياده اللي ملهاش لازمه، والسموم اللي محبوسه في الجسم. تمام. فممكن تسقع، ممكن تسخن. فعلا يعني كل جسم ليه رد فعل معين. يعني في ناس كتير قوي تحب تسمع ان المساج ده بيخسس. لا من دي مش نص حقيقة كيلو. صح؟ لا حقيقي والله. من نص كيلو لاتنين كيلو على الاقل يعني. في الميه بتطلع، المية بتنزل بقى طبعا. طب وكم جلسة بقى عشان تحس من أول انها مرة خس؟ من أول مرة بتبتدي تحس انها خس؟ من أول مرة بعد الجلسة ب 48 ساعة لو جسمنا معبي مية كلها هتنزل. أول واحدة هتعمل جلسة، أول واحدة. طيب قولي لي يا ليلى، المساج ده له علاقة بالسيلوليت؟ السيلوليت شوية؟ طبعا يعني أنا بعمل علاج للسيلوليت، ولازم أعمل المساج الليمفاوي في الأول أكيد. ولو لو الغدد الليمفاويه يعني ما فيهاش مشكله، مش اصلا مش هيبقى عندك سيلوليت فعلا. طيب هو ايه اصلا المشاكل اللي ممكن تكون يعني ازاي نحافظ على صحه الغدد الليمفاويه؟ حاجات كتيره قوي. يعني زي ما انت قلتي كل ست يعني تحب تهتم بجمالها وبجسمها وبصحتها. المساج ده بيخليها يعني هقول لك يعني
يعني بتأثر، بيساعدها، بيخلي مثلا بتعمل ريشي. يعني انا عايز اقول لك ان هي ممكن تعمل ريشيبنج للجسم، يعني تغير شكل الجسم، تغير شكل الجسم. يعني في ناس مثلا ركبتها تحس ان ركبتها شكلها اختلف، كانت على طول ليها شكل معين شكلها اختلف. بطنها، الناس اللي بعد الولاده برضو بتلاقي شكل البطن بقى مختلف. بعد المساج بتنزل شويه. يعني ناس كتيره، في دكاتره كتيره دلوقتي بقى عندها وعي ان هي تقول للناس طب جربي الاول مساج الليمفاوي ونشوف اذا كان هجيب نتيجه ولا قبل حتى الشفط مثلا. طيب يعني احنا دلوقتي عرفنا ان هو بيستخدم للستات، مش شرط يكون عامله عمليه تجميل. طب بالنسبه بقى اللي عاملين تجميل، كان زمان بيعملوا عمليه التجميل اللي هي الشفطة عاده، وما بيعملوش مساج اصلا بعديها خالص. دلوقتي بقت كل الدكاتره تقول لا يا جماعه، لازم تخلصي عمليه الشفط، تروحي على حد زي ليلى كده يعمل لك مساج لمفاوي. انت بتعملي بايديكي ولا بتعملي باجهزه يا ليلى؟ لا، هو ايديا كله بايدك، وده بيبقى اقوى من وجهه نظري. هي اصلها نقط معينه موجوده في الجسم، فانا لازم اشتغل عليها وبطريقه معينه على اساس ان هي تطلع، بنصرفها ناحيه القلب. يعني هي 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 دوره زي الدوره الدمويه كده، فهي لازم تاخد يعني طريق معين علشان ما تجيبش نتائج عكسية. يعني ممكن لو أنا عملت بطريقة غلط تجيب، يعني لو حد عنده التهاب هتزيد التهاب ده. المساج الليمفاوي بعد عملية التجميل، يعني مش عايز أقولك هو بيسرع من الشفاء بتاع أنا العملية. أنا شفت بنفسي فيديوهات عند ليلى، وشفت فيديوهات عموما على الانستجرام لناس وهم بيعملوا المساج للناس اللي عاملين، بيبقى كمان مطرح الكانيولا بتاعه الشفط بتنزل، في مكان مفتوح كده بينزل منه كميه الميه. اشرحي لي بقى يا ليلى ازاي انتوا كده بتمشوا الميه لغايه لما تطلع من الفتحه دي، وساعات انتوا بتفتحوها صح؟ لا بصي، هو يعني المساج الليمفاوي دي كلها حاجات داخليه، يعني كلها يعني تفاعلات كده، دوره، بقول لك دوره بتتعمل عشان تصرف الحاجات السوائل اللي المفروض تطلع بره الجسم. تمام. انا مش مع خالص الناس اللي هي بتفتح مش بتحبي الحركه دي. انا شفت اصلي ناس بيعملوا، يعني بيبقى في المكان بتاع الكانيولا قافل كده شويه، بيفتحينه بالظبط عشان الميه تخرج بالظبط. بس يعني ده ممكن يسبب بقى ايه، التهابات بتاع يعني انت ما بتفتحيش؟ لا مستحيل مستحيل افتح، وما بنصحش حد يفتح فعلا. يعني انا بقول لك هي دي حاجات كلها داخليه، هتعرفي تتخلصي منها يعني بطريقه ثانيه لوحدها، الجسم نفسه بيتخلص منها بالزبط. مش لازم تطلع قصدك بالظبط. وبعدين اللي هيطلع ده يعني ميه، انما بعد عمليه التجميل الغدد الليمفاويه بتتاثر من الادوات اللي هم بيستعملوها، فممكن تتحجر. لما انا انزل من اي فتحه الميه، ده مش معناه ان انا خليت الغدد الليمفاويه تتحرك، انا طبعًا. انا زقيت الميه تنزل. طب قولي لي يا ليلى، في فرق بين مريض اللي جاي لك بعد عمليه تجميل والانسان العادي اللي مش عامل عمليه تجميل بالنسبه لشغلك انت؟ طبعا، يعني اللي عاملين عمليه تجميل دول بقى بيحتاجوا مثلا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع. بعد يعني بعد العمليه ب 72 ساعه مثلا. بس ازاي بيستحملوا الوجع يا ما هي دي مؤلمه جدا. حركات بالراحه، لا ما بيبقاش فيها وجع خالص. فعلا؟ دي حركات، ده بيبقى لسه الدرنقه موجود. لو 72 ساعه ده بيبقى فيه درنقه اصل لسه. هي يعني ما انا بقول لك، يعني هو المساج، انا بسترتش الجلد مع النيرف، ف يعني ما بيوجعش خالص، مش المفروض ان هو يوجع. يعني حتى الناس لما بتيجي بوجع او بيستريح، يعني في ناس ما بتقدرش تفرد ظهرها غير لما تعمل المساج ده، لان كله بيفك والانسجه بتفك. يعني كله بيفك، وهي حاجات بقول لك حركات بسيطه، مش مساج عادي. يعني الناس متعوده على المساج اللي هو حركات وحركات تقيله وعميقه يعني. انما المساج الليمفاوي لا، ده هو مساج بالراحة جدا، وبتعمل من غير ساعات، بتعمل من غير ولا زيوت ولا كريمات ولا أي حاجة خالص. حتى الناس اللي مش عاملين عملية متحطيش زيوت ولا كريمات؟ ما بنستعملش، لا ما يعني هو مش المفروض ان احنا نستعمل الزيوت، بس إلا في لو احنا بقى لقينا حاجة منطقة البطن ممكن نستعمل فيها زيوت علشان الدورة اللي احنا بنعملها دي. انما الرقبه، الدراعات، الكلام ده لا ما بنستعملش. طيب ليلى، كلميني بقى، ايه اشهر نوع من انواع المساجات اللي بتعمليها غير الليمفاوي؟ يعني ايه اشهر نوع تاني بتعمليه؟ احنا قلنا بقى ان ده مش دلع، وان ده حاجه علاجيه، وانه له فوائد كتير. اشهر واحد واكترهم فايده. بصي، احنا الوقت ده يعني في امراض كتيره قوي، يعني ما فيش حد بيجي لي بجد، يعني حد عايز يعني يقول لي انا واحده داخله متاكده ان هي جسم كويسه وبتلعب رياضه ومفيش اي حاجه، بس عايزه تعمل حاجه دلع يعني. فلاقي بقى ايه، رقبتها فيها كلاكيع
الاقي ظهرها قافش. يعني اكتر حاجه الناس وناس عندها الديسك كتير جدا بقى في رقبتها او في القطنيه اللي هو اسفل الظهر. بس مش الديسك اللي في الرقبه ده بيحتاج حد بقى علاج طبيعي؟ طبعا بيحتاج علاج طبيعي طبعًا. بس المساج لا، المساج برضو بيفك الحاجات، يعني الكلاكيه دي اللي بتبقى موجوده، اللي هي موجوده من الاحتقان اللي بيحصل من كتر ما الفقرات بتضغط على بعض. فده يعني وده برضو لازم الناس تعمل يعني زي الصيانه كل برضو شهر مره، المساج العادي اللي انت تفكي العضلات بتاعتك دي حاجه مهمه جدا. يعني انا دايما بقول للناس اللي بجيلي ان جسمنا ده عامل زي العربيه، يعني هتستعمليه صيانه لازم تعملي له صيانه. ما دام بتستعملي جسمك لازم تعملي له صيانه زي العربيه بالظبط. لو ما عملتيش صيانه، لو حاجه باظت هتبوظ حاجات تانية. يعني لو انا رقبتي وجعتني هتبوظ على هتنزل على كتفي، هتنزل على ظهري. لو ظهري وجعني بينزل على رجليا بتنمل. فعشان ما يحصلش بقى كل ده، فبرضو بنصح مش لازم نستنى لما نتعب او لازم نستنى لما نحس بوجع. فأحسن يعني زي الرياضة كده بالظبط. طيب ليلى، في أي خطورة ممكن تحصل؟ يعني في حركة، يعني ساعات كده نقل هقول افرض دست على حاجة غلط يا جماعة، افرض حصل حاجة، في حاجة كده؟ لا، الناس اللي دارسه لا طبعا، لان احنا في بروتوكول، يعني عارفه في حاجات معروفه زي اي دكتور بيعرف تشريح الجسم بيبقى عامل ازاي. احنا برضو عارفين بندوس على ايه بالظبط، واني حركه ممكن نخليها مثلا الدوسه تقيله الدوسه خفيفه. يعني مش كل الناس بعمل لها زي بعض. ايوه، بس في يعني انت فاهمه ودارسه، لو حد تاني مش فاهم ودارس، هل فعلا اصلا ممكن طبعا يعمل مصيبه؟ طبعا ممكن فعلا؟ طبعا يعني ممكن يحصل ايه لو حد مش فاهم؟ يعني ده يعلمنا ان احنا لازم نروح لحد فاهم. فلو حد مش فاهم ممكن يعمل ايه مصيبه؟ ايه قدر المصيبه اللي ممكن تحصل؟ لا، ممكن يعني مثلا العمود الفقري مثلا. انا لما باجي اروح اعمل مساج بره، لما احس ان في يعني بتدوس في حتت يعني مش المفروض، يعني مش المفروض تدوس فيها، مش فاهم، فاقولها بعيدي عن العمود الفقري. يعني العبي بقى في العبي اي حاجه بعيد. تانية بس اهم حاجه يعني يعني ممكن يعمل اصابه، ممكن يعمل اصابه طبعا. وحتى بقول لك المساج الليمفاوي ده لو اتعمل، يعني ما اتعملش بالطريقه المظبوط بتاعها، لو احنا بنعمل ناحيه القلب ده ممكن يجيب نتائج عكسيه، بالذات الناس اللي عندها التهابات دي ممكن تزود التهابات في الجسم وتعمل وتنشر بقى لو في اي ميكروب ولا حاجه، يعني تيجي نتائج عكسيه. فلازم يعني نبقى كل واحد فاهم هو بيعمل ايه بالزبط. طيب في دلوقتي ترند، ان بما انك بتاعت مساج بقى، في ترند دلوقتي ان كل الستات تعمل مساج في وشها، ومش عارف فيس يوجا وفيس مش عارف ايه. بتعملي الكلام ده وبتؤمني بيه اصلا؟ ولمفاتك مساج برضه. ولمفاتك مساج، انا في ناس بتعمل فيس ليفتنج. ليلى بيعمل حاجه بجد يا ليلى؟ والله يعني من عندي، انا عندي يعني انا عندي يعني بيلفت الوش والكلام ده. لا يعني مش يعني هقول لك على حاجه، يعني مثلا انا بقول لك الناس اللي هي مثلا عامله فيس ليفتنج فبتلاقي وشها محمر وحاجات كده، هي اساسا شده وشها مثلا. فهمتك. فانت بتتكلمي بقى اذا كان هو بيعمل، لا هو بيعمل طبعا، بيحافظ بقى الكولاجين والدوره. بصي الدوره الدمويه لو ماشيه كويس بجد كل حاجه بتبقى فله. يعني مش هتلاقي حاجه بتكلكع ولا حاجه بتوجع ولا اي حاجه خالص. انا شفت المساج الليمفاوي فعلا بيعمل حاجه مع كيسز الناس اللي بيبقى عندهم انتفاخ تحت عينيهم. لما بيتعلموا صح ان هم يعملوا مساج لتحت عينيهم ويوجهوا السوائل لناحيه الغدد الليمفاويه ويجهزوها بالزبط. الاول لانها تمتص وكده. يعني انا شفت بعيني ناس اتحسنوا جدا، بالذات الصبح، الناس اللي هي مش بتنفخ طول الوقت، هي بتنفخ بس الصبح لسه صاحيه وتبتدي تعمل مساج. شفتي كيسز كده يا ليلى؟ بيحصل هالكلام؟ انا لو في حد جاي لي اصلا منفوخ اوريدي، انت بعد ما بعمل المساج الليمفاوي دوت على الوش وبعمله برضو ولا كريمات ولا زيوت ولا اي يعني حاجه، يعني الكريمات بتطلع حبوب اساسا، يعني لو حطيتي زيوت كتير هتطلع حبوب. لا وغير كده يعني بس كده، طب ما هيوجع. هو ايه اللي هيوجع؟ لا ده بقول لك بصي، يعني انا يعني مثلا بقول لك بشد بسترتش. اوكي بسترتش بس، انما لا ده ما بيوجعش خالص، ما فيش اي وجع خالص الا لو اللي عندي حاجات مقفوله. هو فيه فهمتك. يعني لو عندك الغدد مقفوله لا هتوجعك، يعني طبعا هتوجعك، بس برضو مش الوجع اللي هو بتعملي مثلا حاجه زي ديب تيشو او طبعا الانواع الثانيه دي. طيب خلينا نشوف صفحه ليلى معانا، صفحه ليلى خلينا نشوفها عشان نعرف اللي عايز يوصل لليلى هيوصل لها على الصفحه على طول. صفحه ليلى اهي، لوكال إليت. ليلى نورتينا.
ميرسي. انا اكتر مبسوطه قوي بجد يا منى. ميرسي على استضافتك ليا النهارده. وانا يعني بجد انت يعني انت مش فاهمه انت بتساعدي ناس عامله ازاي. انا بيجي لي ناس كتيره يعني بيقول لي ان انت قد ايه بتوجهيهم وبتساعديهم من غير اي حاجه خالص. بحاول الناس كلها لبعضها. ميرسي يا ليلى. ربنا يخليكي.